السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على قناة وصفات أم آدم وكريم. كنتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فاليوم جيت لكم بواحد الوصفة اللي نقول عليها أنها أكثر من رائعة. ممكن تسميوه هذا خبز أو ملوي أو اللي بغيتو، كيجي أكثر من رائع، مذاقه لذيذ بزاف، كيجي خفيف ورطب مقطن. هانتوما شوفوا كيفاش كيكون خفيف بزاف، كيجي خفيف ريشه ومذاقه اكثر من رائع. فغادي نقطع معكم وحده باش تشوفوا انه بسهوله كيتقطع. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي ومذاقه رائع، ما كيجيش مدقص نهائيا من الداخل. انا اكيده انكم لا جربتوهم غادي تحماقوا عليه، لانه فعلا كيستحق التجربه. فما نطولش عليكم اكثر، نخليكم مع المقادير والطريقه وفرجه ممتعه. فبسم الله على بركة الله، عندي هنا في واحد الإناء زوج كؤوس ديال دقيق الفينو أو دقيق القمح الصلب. الكيسان يكونوا عامرين مزيان، ما يعادل كذلك حتى زلافة، يعني زلافة فيها زوج ديال الكؤوس، ودائما العبار تيكون بالكاس ديال العنبة. ضفت على هذاك الدقيق زوج كؤوس ديال الحليب، يكون دافي بطبيعة الحال. فأنا غدا نرقد هاد الدقيق ديال الفينو مع الحليب، غدا نخليه واحد المدة حتى كيتشرب ليا. كيما شفتو خلطتو مزيان مزيان. صافي دابا غدا نغطيه بواحد الغطاية ونخليه على جنب واحد المدة ديال 10 ديال الدقايق حتى كيتشرب ليا هذاك الحليب. من بعد ما كدوز 10 دقايق غدا نضيف عليه زوج كؤوس يكونوا عامرين مزيان ديال دقيق الفورس أو لا الفارينة، ودائما العبار كيكون بالكاس ديال العنبة. كنضيف ملعقه صغيره ديال الملح، ما تكونش عامره بزاف، والملح راه تيبقى بطبيعه الحال على حسب الذوق. كنضيف ملعقه كبيره ديال الخميره حبيبات اولا الخميره الفوريه، وتعوضوها الا بغيتو بالخميره المعجونه. كنضيف ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات اولا البيكنج باودر. وسمحوا لي هنا المقطع اللي ضفت فيه العسل فتمسح ليا، فدرت ملعقه صغيره ديال العسل اللي ممكن تعوضوها بالسكر سنيده. صافي هنا عندي الماء دافي باش غادي نجمع العجين، وحاولوا ما تكتروش الماء لانه ديجا عندنا الدقيق ديال الفينو يعني مرقد في هذاك الحليب، فما غاديش نحتاجوا بزاف ديال الماء. ضفت الماء حتى كيتجمع ليا العجين، وكيف كتشوفوا القوام ديالو كيكون شويه مرخوف، فباش كيجيونا هاد الفطائر ناجحين ومفشفشين يعني ورطبين، ضروري ما العجين ديالنا يكون مرخوف. كيف كتشوفوا كيكون كيلتصق شويه في اليدين. خديته ودلكته مزيان مزيان حتى كنحصل عليه بهذا الشكل، هذا تيولي طري ورطب. كنعاود ناكد عليكم بان العجين ديالكم خاصو يكون شويه مرخوف باش كينجحوا معكم هاد الفطائر هادو. فدهنت اليدين ديالي بشويه ديال الزيت ديال المائده، وكذلك دهنت حتى العجين، وكنوضعو في اناء ونغطيه ببلاستيك غذائي، وغادي نخليه في مكان يكون دافي حتى كيختمر ويضاعف الحجم ديالو. دزت هنايا خديت شويه ديال الزبده، فهنا درت الزبده الحيوانيه، درتها على نار مهيله، كنخليها كتغلى حتى كيتبخروا من هذوك السوائل اللي فيها. ما تخليوهاش تغلى حتى كيتبدل لها اللون ديالها وتولي نوازيط، غير كتحسوا بها بان هذوك السوائل اللي فيها تبخروا. صافي وكطفوا عليها باش بهذه الطريقه هذه ما تقطعش لينا العجينه، فاش نجيو نورقوا بها الفطائر ديالنا اولا الملوي اولا البطبوط كيف ما بغيتوا تسميوه. فغادي نخليها على نار حتى كتوجد. وهنايا من بعد ما كيكون اختمر ليا العجين وضعف الحجم ديالو، فكيف كتشوفوا كيجي بهذا الشكل هذا، كناخذو نوضعو فوق سطح العمل ونديهو نجيبو شويه باش كنخويه من هذاك الهواء اللي كيسكون فيه. وكيف ما كتشوفوا القوام ديالو كيفاش كيكون، كما قلت لكم في البدايه كيكون شويه مرخوف، باش بهذا الشكل هذا كنحصلوا على فطائر اللي كتجي مقطنه بزاف ورطبه، فضروري ما العجين ديالنا يكون مرخوف. كنجيب سكين ونبدا كنقطع في العجين. فبالنسبه لهذه الكميه هذه فعطاتني 10 ديال البطبيطات اولا ملويات اولا كما بغيتو تسميوهم. غادي نبدا كنشكل في العجين ديالي الكويرات بالمساعده ديال شويه ديال زيت ديال المائده، ما تكتروش من الزيت باش ما تعذبكمش في الخدمه عفوا، لانه غيبقى كيزلق لكم العجين، فكديروا كميه اللي قليله بزاف. غنستمر بهذا الشكل هذا حتى كنشكلهم كاملين الكويرات. وكنجيب شي صحن ندهنو بشويه ديال زيت ديال المائده، وكنوضع فيه الكويرات ديالي كيف ما كتشوفوا، يعني كنديروا الطريقه بحال كيف كنديروا في المسمن. كندهن ليهم كذلك حتى الوجه ديالهم بشويه ديال زيت ديال المائده باش ما تكونش لنا هذيك القشره من الفوق. وهنايا غدا ندوز بالنسبه للحشوه، وهذه الخطوه راه تتبقى اختياريه. عندي هنايا شويه ديال الجبن مبشور اولا الفرماج محكوك، فعندي شويه ديال الفرماج احمر مع الجبن ديال الموتزاريلا مبشورين. كنضيف عليهم شويه ديال الزعتر باش كينسمهم، وكيف ما كنعرفوا ان الزعتر كيتواتى بزاف مع اي نوع ديال الاجبان. فبالنسبه لي هنا غدا ندير نصف الكميه، غدا نعمرها بالحشوه اللي حضرت، والنصف الاخر غدا نخليها خاويه. نتوما الا بغيتو ديروهم كاملين خاويين راه تيبقى لكم الاختيار، ماشي ضروري تستعملوا هذه الحشوه.
لكن صدقوني هاد الحشوة كتعطيه واحد الإضافة اللي رائعة جدا، كيجي بنين بزاف، غير جربوه ما غاديش تندموا. صافي هنايا كنجي كناخد الكويرة الأولى اللي شكلت، كدهن سطح العمل بشوية ديال الزيت ديال المائدة، وكنورقوهم ماشي بحال كما كنديروا المسمن، يعني كنورقوه حتى كيبان لنا سطح العمل، كنخليو العجينه هكا شويه غليظه كما كيبان لكم. كندهن الكويره بهذيك الزبده اللي خليتها حتى غلات، وكندير شويه من الحشوه ديال الاجبان في الوسط، وكنطوي عليها بحال كيف كنديروا المسمن دائما، وبين كل طويه وطويه كنرش بالزبده، وكنرش بدقيق الفينو او دقيق القمح الصلب حتى كنحصل على هذا الشكل هذا. فغدا نعاود معكم وحده اخرى، كندهن دائما سطح العمل فقط بزيت ديال المائده ماشي بالزبده، وكنجيب الكويره وكيف كتشوفوا لانه العجين ديالنا مرتاح وخامر وكذلك كيكون برخوف فبسهوله كيعطينا الطول. كنطلق الكويره ديالي كيف ما قلت لكم، كتخليوها شويه غليظه ماشي بحال كيف ما كنديروا المسمن. فهنايا نسيت ما دهنتهاش بالزبده، غدا ندهنها من بعد ما ندير الحشوه. كدير شويه ديال الحشوه في الوسط، وكنرش من هذيك الزبده اللي بطبيعه الحال خاصها تكون بارده باش ما تقطعش لينا العجينه، ورشيت شويه ديال دقيق الفينو اولا دقيق القمح الصلب، وكنطوي بهذا الشكل هذا دائما بين كل طويه وطويه. كندهن بالزبده وكنرش بالدقيق باش كنحصلوا على فطائر اللي كيجيونا مورقين من الداخل. هنايا غدا نحضر معكم وحده يعني ما معمراش بدون حشوه. كندهن سطح العمل بزيت ديال المائده كما قلت لكم، وكنطلق الكويره ديالي، ومن بعد كنرشها من الفوق بشويه ديال الزبده، وكندردر عليها شويه ديال دقيق الفينو اولا دقيق القمح الصلب، وكنطويها عادي كيف ما كنطويو المسمن دائما وحنا كندهنو، وكنرشو بدقيق القمح الصلب. فصافي غدا نستمر بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. فكيف ما قلت لكم في الاول، غدا ندير نصف الكميه معمره بالحشوه اللي حضرت، والنصف الاخر غدا نخليه خاوي. غنستمر حتى كنكملهم كاملين وندوز معكم للمرحله الثانيه. فصافي من بعد ما كملتهم كناخد هنايا مربع، هنايا ما فيش الحشوه هذا خاوي، كندير ليه الجهه اللي فيها الطويه هي الفوقانيه، وكنطلقوا واحد شويه وكنبدا كنجمع له الجوانب ديالو باش كنحصل على كموسه او لاكويره بهذا الشكل هذا. فغدا نعاود معكم وحده اخرى باش توضح لكم الطريقه احسن او لا افضل. كنهز هنايا هذا مربع اللي ما فيهش الحشوه، كنخلي له الجهه اللي فيها الطويه هي الفوقانيه، كنطلقوا واحد شويه وكنجمع له الجوانب بهذا الشكل هذا باش كنحصل على كويره. راه طريقه سهله وبسرعه كتجمع لينا العجينه لانها كتكون مرتاحه وكتعطينا الطوع بسهوله. فبالنسبه للمربع اللي فيه الحشوه غادي نديروا له طريقه اخرى، الجهه اللي فيها الحشوه غادا تبقى الفوق، والجهه اللي فيها الطويه غادي نخليوها لتحت ماشي بحال كما درنا المربع الاول. فبهذه الطريقه هذه كنضمنوا بان الحشوه ما غاديش تخرج لنا نهائيا، لكن الا درتوا لي كما درنا المربع اللي ما فيهش الحشوه فتاكدوا بانكم ملي غتبداو تكرصوا فيهم غادي تخرج لكم الحشوه. داكشي علاش كديروا الجهه اللي فيها الحشوه هي الفوقانيه، واللي فيها الطويه هي التحتانيه. صافي وكنجمع لها حتى هي الجوانب ديالها بنفس الطريقه حتى كنحصل على كويره. من بعد ما كملتهم كاملين كندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت ديال المائده، وكنجيب دائما اول كره شكلت كنطلقها بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، راه بسهوله كتطلق معنا وكتعطينا الطول. وفي هذه الاثناء راني دايره المقله كتسخن، غادي ديروها على نار اللي تكون مهيله، فردوا البال لان هذا المسمن هذا او لا بطبوط او لا كما او لا ملوي كما بغيتوا تسميوه بسرعه كيتحمر، لانه كنخدموه بالزبده وفيه السكر سنيده فكيتحمر لنا بسرعه، فردوا ليه البال باش ما يتحرق لكمش. كديروا على نار مهيله كما شفتوا، كنوضع الملويه ديالي كنخليها حتى كتنشف، وكنرش عليها واحد الرشه خفيفه بزاف ديال زيت ديال المائده، وتنقلبها كيف كتشوفوا هنا راه كتبدا كتنفخ وكتورق. كنبداو كنقلبوا فيها كل مره من الجهتين، راه بسرعه كتحمر لينا كيجي مورق من الداخل وكيبدا كيتنفخ اكثر من رائع. صافي هنايا راه وجدات، وكيف كتشوفوا هنايا كيفاش كتبدا كتنفخ. صافي غدا نزولها وكنعاود مره اخرى بنفس الطريقه. كنرش المقلاه بشويه ديال الزيت ديال المائده ما تكتروش، وكنوضع الفطيره كنسنى عليها حتى كتبدا تنشف من الجهه التحتانيه، وكنرش ليها كذلك الوجه ديالها بشويه ديال الزيت ديال المائده، وتنقلبها على الجهه الاخرى، ونبقى كندور فيها بهذا الشكل هذا باش الوجه ديالها كامل كيتلبس لينا بالزيت وكيجي محمر، يعني البطبوط ديالنا اولا الملوي ديالنا كيجي محمر الوجه ديالو كامل. صافي بهذه الطريقه هذه كنستمر على نار مهيله كيف ما قلت لكم، راه بسرعه كيتحمر فباش ما يتحرق لكمش كديروا على نار مهيله. صافي وكتستمروا حتى كتكملوا الكميه اللي عندكم كامل. ونسيت ما قلت لكمش فاش تكونوا كتقرصوا فيهم باش طيبوهم، كديرهم شويه رقاقين لانهم فيهم الخميره راه كيزيد كيضاعف الحجم ديالهم،
فكترققوهم شويه قبل ما ديرهم في المقلاه كيطيبوا. وكيف كتشوفهم بعد ما كملت الكميه كامله كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي رطب بزاف، واحد الهشاشه واحد الرطوبه رائعه جدا، بسهوله كيتقطع بحال القطن، ومذاقه كيجي لذيذ لذيذ بزاف. وهذوك الفطائر اللي درت فيهم الجبن مع الزعتر كيعطيهم واحد البنه واحد اللذه ما تصوروش شحال كتجي بنينه بزاف، كيجي كاننا دايرين البطبوط ودايرين عليهم الفوق الزبده، يعني فاش كندوبو الزبده وكنفزكو بها يعني الخبز سواء البطبوط او المسمن، كيجي بحال هكا كيعطيها واحد المذاق اللي بنين بزاف. فعلا وصفه اللي كتستحق التجربه وغادي تولي معتمده عندكم في هاد رمضان، لانه فعلا كيجي اكثر من رائع، غير جربوه واكيد ما غاديش تندموا. فنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم انه ينال اعجابكم وانكم تجربوا الوصفه لانها فعلا كتستحق التجربه. ما تنساوش تشجعوني بلي لايك ديالكم وتوصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، والناس اللي كيزوروا قناتي لاول مره فضلا وليس امرا تشتركوا في القناه ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. شكرا لكم بزاف على المشاهدة، ونتلقى بكم مرة أخرى على قناة وصفات أم آدم وكريم. مع السلامة.